في توقيته المناسب. احنا اولا سعداء جدا ان فعلا بقى فيه اهتمام كبير قوي بكرة اليد، بعد ما كنا بندور دايما على الاعلام اللي يعمل سبورت للرياضات الاخرى غير كرة القدم. احنا كلنا بنحب كرة القدم وبنتابع كرة القدم، لكن اكيد في رياضات تانية تقدر تعمل جذب جماهيري. اعتقد ما حصلش اي لعبه الالتفاف حوالينها بكل اطياف الشعب. اعتقد ان لسه نسبه المشاهده لسه سائل حاجه اكثر من رائعه. واتمنى ان شاء الله استمرار هذه المتابعه اللي زي دي تبقى بعد كاس العالم. صدقني دي بتنشر الرياضه بصفه عامه في مصر. اكيد دلوقتي في ولاد صغيرين كتير جدا حابين ان هم يلعبوا كره يد. الحمد لله كان عندنا طموح يعني كبير، والولاد بصراحه طمعونا ان احنا كنا نعلق ميداليا يعني، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. بذلوا مجهود كبير جدا، بروح غير عاديه. يكفي حول ملحوظه صغيره ان اعتقد لاول مره في التاريخ ان رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي يبعت رسالتين في مباراتين اول مره في بطوله واحده وما كسبتش، ما كسبناش ولا ماتش فيهم. ماتش تعادل يعني ماتش تعادل وماتش ده معناه ايه؟ معناه ان هو اولا في متابعه للرياضات الاخرى، ان الفرقه دي عملت حاله في البلد اكثر من رائعه، ان رغم ان انت ما كسبتش لكن قدمت رساله قويه جدا لاجيال كثيره جدا، وده اللي مطلوب من الرياضه اساسا يعني. فده بيبقى وسام على صدر بقى الاتحاد المصري ولاعيبه الكوره ويمكن لعيبه الهاندبول، ويمكن ده سبب رئيسي اللي خفف كمان عليهم شويه الضغط. الولاد كانوا فعلا زعلانين جدا ومتضايقين جدا، لان الفرص اللي زي دي ما بتتكررش كتير. فانا بشكركم طبعا على الدعوه الكريمه ديت وسعداء بيكم. بعدين نسال مستر كراسي نقول له حضرتك يعني منور اليوم السابع، وشايف ازاي تفاعل الناس مع نتائج المنتخب استاذ هو؟ First, he most welcome you here. Thank you very much. And he's asking what your opinion, what now you are seeing in Egypt, what happened after this tournament? I'm hearing many, many, many good things about the team. That's very important for us. It was a pity. I always say that we played with an empty arena. We wanted to put all the Egyptians there inside for cheering us. And at least they could follow the World Championship with the social media, television, everything, and that it only say thanks to everybody who were supporting us and who is speaking now very good about the players. هو سعيد جدا طبعا باللي حصل في البطولة دي، وإن كان هو كان بيقول أنا بلعب البطولة في صالات فاضية. أنتوا متخيلين لو الصالات دي كان مليانة كان إيه اللي هيحصل يعني؟ صالات جميله وصالات حلوه جدا بس فاضيه، ورغم كده حصل متابعه كبيره جدا في السوشيال ميديا ومتابعه في التلفزيون، فدي عملت حاله كويسه وصلتني عن طريق طبعا الناس اللي حواليه، فهو مبسوط طبعا بمتابعه المصريين لكره اليد. ممكن ناس برضه نرحب بيك طبعا في اليوم السابع هشام. انت دلوقتي ممثل الابطال النهارده معانا، الله يبارك. انتوا بداتوا البطوله ازاي من اول مشوار؟ نقطة رايح فين؟ وأكيد أنت مسكرة في مرحلة ثانية من الأحلام والطموحات. والله هو الكوتش بروندو ترانسليت هو الكوتش بروندو كان مظبطين المجموعة، هي خطوات، ف كنا بادئين الماتشات كتشيلي، كنا عايزين ندخل كل اللعيبة في البطولة، احنا اللعيبة كلها شاركت، اللعيبة كلها هدفت. بعد كده ماتش مقدونيا، بس كان لينا اهم خطوه كان ماتش سويد. احنا لعبنا ونفذنا كل الكلام، بس يمكن كان في تحمل شويه من الجانب التحكيمي، كان في امور غريبه الحقيقه ان هو يحصل عليها كذا فاول في اوقات اخر الماتش ما بتحصلش، بس مش عايز اعلق بس الكلام ده على تحكيم وبتاع. الميزه اللي احنا بتاعنا ماتش سويد دي بسرعه، كان المدرب والاتحاد معانا، باشمهندس نظام كان معانا بعد ماتش سويد، طلعنا والحمد لله رحنا الناحيه الثانيه، كان عندنا ماتشات اجمل من الماتشات بتاعت في المجموعه، بيلاروسيا وروسيا وسلوفينيا. ربنا وفقنا الحمد لله وطلعنا بثلاث ماتشات، والملحمه الاخيره بتاعت ماتشات ده. فكره المجموعه امبارح كان كذا حد اتكلم على فكره المجموعه بتاعتنا من بدايتها، هل احنا كان هو اساسا احنا عندنا اختيارات برضه عشان اوضح للناس،
احنا عندنا اختيارات ان احنا يبقى لينا مجموعه ثانيه غير المجموعه اللي احنا كنا موجودين فيها. طبعا ما اعرفش حد طبعا هيجاوب. في بعض الناس بتقول ان احنا ما كانش يجب ان احنا نكون يعني في المباراه اللي هي قدام الدنمارك، حصل نوع من في نهايه المباراه يعني حصل نوع من النشوه عند بعض اللاعبين، وخلاص المباراه هتنتهي لصالحنا. وحضرتك عارف طبعا اللاعب المصري برضه ده كان مسار جدل، فبرضه حضرتك كانت اخيرا والنقطتين نقطتين، وبرضه مستر اتكلم على الجزء اللي هو الفني الجزء اللي انت بتاع المجموعات. انا لسه كنا بنتناقش قبل التصوير على النقطه دي بالذات. لما بتيجي تختار الطريق بتاعك بتختاره عن طريق اللي انت شفته في الفرق او حالتها في الفترات ما قبل القرعه. ايه وضع الفرق دي، الفيديوهات اللي بتجيلنا، بنختار قوه وضعف الفرق بناء على اللي احنا عارفينه. في عامل مهم جدا بيبقى غير مرئي مش معروف، ان وضع الفرق ساعة البطولة. كرباتيتش ما جاش مع فرنسا مصاب، المانيا 8 لعيبة ما جوش مع المانيا، هل انت بيبقى عندك المعلومة دي قبليها؟ فانت لما احنا اخترنا المجموعة احنا لينا حظوظ كويسة مع سويد، يعني بنعمل قدامها مباريات كويسة. دايما في الاختيار ما بنختارش، الاختيار السهل انك تختار المجموعة الاولى اسهل مجموعة تكسب، وبعدين اول ما تطلع الدور اللي بعده اللي هو الدور الرئيسي تروح مخبوط وتطلع بره. لكن احنا ما كانش ده هدفنا، كان هدفنا ان احنا بنختار مش المجموعة بتاعتنا بس، المجموعة بتاعتنا واللي جنبيها، بحيث ان انت تتعدى حتى كمان الدور اللي بعده وتوصل لدور الثمانية. ده كان البلان الاساسي اللي احنا كنا مختارين. عارفين ان اولا في تصنيف الفرق في 8 فرق اقوى فرق في العالم، فدي لازم هتخبط في واحده منهم، ده المقصود. فاذا في واحده في المجموعه دي انت هتخبط فيها، وواحده في المجموعه دي انت هتخبط فيها. في المجموعات الاخرى في فرق ثانيه بره الثمانيه قويه جدا. حد يتخيل ان فرنسا كانت بره الثمانيه دول اللي احنا بنقول عليهم؟ وما أدراك ما فرنسا يعني. ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا. فكان لازم نبعد عن المجموعات اللي فيها فرنسا وألمانيا وكرواتيا زائد الاثنين الأقوياء اللي هم في الثمانية اللي احنا قلنا عليه. فالمجموعات دي كانت قوية جدا، ممكن يبقى معاك فرقتين في المجموعة بتاعتك أقوية جدا، بدل ما يبقى فرقة واحدة زي ما أنا شرحت في المجموعات الثانية بقى في المجموعة الواحدة فرقتين. فبعدنا عن السكة دي. وهو على فكره حتى انتوا لو شفتوا في الورقه القرار مش قرار واحد، احنا عملنا اجتماع واتناقشنا. طبعا هو اللي ليه الراي الاول في اختيار المجموعه لانه عارف، وهو راجل اوروبي كمان على متابعه على طول بمستويات الفرق. اخترنا المجموعه دي، حظنا ان الفرق اللي في مجموعتنا دي احنا البرنامج مشي زي ما هو محطوط. يعني احنا كان على منافسة رهيبة جدا في ماتش السويد، وانا في تقديري ان احنا كنا المفروض نكسب مباراة السويد، لكن اللي حصل حصل. ولما طلعنا الناحية التانية كسبنا الفرق التانية وطلعنا لحد الدنمارك اللي احنا عارفين من دي وان، فاحنا نفذنا المخطط. لما نفاجأ بقى ان الناحية التانية المانيا ما يجيش 8 منها، كرواتيا تخسر كل المباريات ديت ومش جاهزه او مش معده صحيح، كل دي العامل اللي انا بقول لك عليه ما كانش قبل القرعه. قبل القرعه تمام. فده الموضوع الاولاني. واعتقد ان التارجت الحمد لله، يعني احنا ما صرحناش تصريح الا الحمد لله، احنا يعني اللي قلناه اعتقد اتحقق الحمد لله وبصوره اكثر من ممتازه. السؤال الثاني الجزء اللي هو خاص بنهائي يعني مباراه الدنمارك. انا بصراحة يعني ألوم أي حد يقول أي تعليق على منتخب مصر في هذه المباراة. دي مباراة للتاريخ. للتاريخ. خارج السيناريوهات. يعني مين في مصر أو في العالم بقى مش في مصر، في كرة اليد قال إن مصر هتخش هذه المباراة وتكسب الدنمارك أو تعمل معاها مباراة زي دي؟
اعتقد الاحتمال ده هنقول 10% يعني، عشان ممكن ناس بتبقى في ناس يعني خارج المتفائله وخارج التوقع يعني. لكن انك تعمل هذا الاداء خلي بالك. انا قلت للولاد اول امبارح احنا حتى من المواقف اللي زي دي لازم نستفيد. بمعنى ايه بقى؟ عشان توصل تبقى بطل وتعلق ميداليه الكوره بتفرق. التغييره لو كسلت وانت خارج بتفرق. الصده واحده واحده تخليك تلبس ميداليه او لا او بره. وده اللي حصل. احنا كان في تعليق لهانسن احسن لعيب في العالم. الناس دي بتوصل في مستويات التدريب انها بقت زي الروبوت، يعني الانسان الالي. هو ما بيتهزش، هو عنده ثبات انفعالي طول المباراه وفي احلك الظروف. هو بيقول احنا كنا بنلاعب مصر بكول مايند، يعني احنا هاديين. هم كان هاي ايموشن، يعني الكره الاخرانيه بتاعت المصر احنا هنينا بعض في المقصوره. هو نفسه بيقول انا مش عارف انا عملت ايه، او يعني حاجه. احنا بنتكلم يا جماعه في مستوى حاجه تانية خالص. فلازم نشكر الولاد الاول جدا ونحييهم ونشيد بيهم، وبعدين بقى في التدريب وفي النواحي الفنيه نقول لهم لا، يبقى لازم الكره دي بدل ما كنت بتعملها 100 مره لا تعملها 200 مره، علشان اللي بتقعد تركيزك لغايه كنا بنقول ايه اخر 10 دقايق يا جماعه ركزوا، لا 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 ده الموضوع مش اخر 10 دقايق، اخر 10 ثواني هو ده المستوى الاعلى. اعتقد كده طبعا احنا لسه واضح. هو دول جزئيه المجموعات وماتش انا ما اكتشفش. They need answer from you about these two questions also. Okay, translate. Yeah, yeah. Why we choose this in the draw, this group? Okay. This is the first one. And the second, there is a little mistakes for the player in Denmark match. Okay. Why? Why? Okay, about the first question, the draw, it was a very, very difficult, very difficult. And we were thinking about play quarterfinals. That in this World Championship, it was something very, very, very difficult. The way that they put the teams in the draw, it means that minimum in each group, it will be two top teams. So if you want to start to translate. نفس اللي انا بقوله لكم ان في كل مجموعه هيبقى في فرقتين اقوياء. فلازم احنا نختار علشان عايزين نطلع للدور الاعلى. So and I say minimum two top teams, speaking about teams who wants to reach semifinals. So in one group it was Spain, Germany and Hungary. So there are three. And another group it was France, Portugal and Norway, there are three. In group C and D, it was Croatia and Denmark, the world champions and Croatia that always in the last years they played, they got the second place in the European Championship. And in our group that it was Slovenia and Sweden. Slovenia got the fourth position. But we played against Sweden before. Also, I knew about Slovenia, so just I thought that maybe to defeat Sweden and Slovenia, it was easier than defeat Denmark and Croatia, or than the other groups with Germany, Spain, Hungary, that's it. But never, 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 I thought that it was an easy, easy group. Never, never. نفس المعنى. بنبص على الجروب اللي فيها الاحتمالات. لما يكونوا اثنين بس بيتنافسوا عشان يطلعوا دول اللي العب معاهم، لما يكون ثلاثه لا خطر ما ينفعش ادخل معاهم. ورغم كده هو عارف ان المجموعات صعبه، كل المجموعات صعبه، فانت بتختار. هو زي ما قال نفس الاجابه اعتقد ان لما يكونوا اثنين بيتنافسوا يبقى عندك فرصه. So group C and D, just looking the second, third and fourth teams, it was much easier than group G and H.
But in the opposite way, I thought that try to defeat the world champions and the team who got the second place in the European Championship, it was something very, very difficult. So that's why we chose the group G and H, also knowing that it was very, very difficult. Okay. And about the second question about we had like two, three like mistakes for winning against Denmark. Okay, it's true. In the last minutes we were not lucky. It was nothing related with handball. It was not handball. But it's nothing to say because we play 60 minutes very, very good, and after another 20 minutes overtime, the players, they made a great handball match, and I had nothing to say. Sometimes these things happen, that's it. Okay, we were not lucky, and that's it. I told them about this point. That's mean, I told the player also, we need more concentration. Not only for the last 10 minutes, no, for last 10 seconds. Yeah, but this is... it need more training, more... We need more matches. More matches. We need more matches, that's... ما لعبناش ماتشات يا جماعة. أيوة أما أنا كنت... مع احترامي الشديد للمباريات اللي احنا... لا هنتكلم في دي ونسعى. فهو هو بيقولها يعني... هي من ضمن الحاجات اللي ما كانش فيه إعداد أنا فاهم بس هو قال برضه جزء اللي هو... About this, I would like to say that in Denmark, the most of the players, they play Champions League matches or they play in the German Championship. So every week they have tough matches in the most difficult conditions and they must play 100%. And we don't have that. That's our handicap. And we need to play matches, to know how to play or don't be just under stress in this last moment, but once again, so the players, they made very, very good tournament. Okay, that happened in the match, but it's nothing to be worried about. الاعداد هو بيتكلم على فتره الاعداد. فرقه الدنمارك كلهم بدون مبالغه كلهم محترفين بيلعبوا في دوريات قويه جدا لغايه اخر مستوى, بيلعبوا تحت ضغط على طول. ده ما توفرش للعيبه بتاعتنا اطلاقا, ورغم كده يعني زي ما في اخطاء. ايوه طبعا حصلت هنا في اخطاء منهم. احنا هنتكلم على موضوع احنا يعني الاعداد احنا ما كناش سبب فيه, او احنا كنا لا 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 يعني اتحاد او جهاز او كلام او لعيبه ما كانش فيه سبب فيه ان احنا ما اتعدناش كويس. ده حضرتك برضه مظبوط. انا اسال كابتن هشام بس يعني في لحظات فارقه اللي هي بين الشوطين في ماتش الدنمارك. يعني الشوط الاولاني طلع بفارق يعني خسران بفارق مش عارف ثلاثه اعتقد. الشوط الثاني بحاجه ثانيه خالص, احنا متفوقين وتفوقنا باكثر من هدف في الماتش ده. عايزين احكي لي اللحظات الفارقه دي من الشوطين, ايه اللي حصل والمدرب قال لكم ايه؟ لا والله يا كوتش فرناندو يعني هو حاجه من ميزات الحقيقه التفاصيل. يعني هو حتى الباشمهندس بيجي احنا معانا الفيديوهات قبل الماتش, التفاصيل دي هو يعني فول ممتاز بجد, يعني احسن لعيب في في المنطقه دي. فهو عارف ازاي كنا محجمين هانسن في الدفاع, يعني تقريبا هانسن من اسوء ماتشاته في البطوله. بيحكوا لعيبه على لعيبه بطريقه كويسه. فبلوشتين قدر ازاي يقول لنا ايه هي الاخطاء اللي كنا واقعين فيها, ركزنا عليها, فقدرنا الشوط الثاني نعلى ونجيب الفعل. طب انتوا كلاعيبه مثلا اتكلمتوا مع بعض من الشوطين او حاجه زي كده من يعني كبار اللعيبه برضه وعلى السنيه برضه؟ يعني من الشوط الثاني حاجه روح وحاجات بسم الله ما شاء الله. بلوشتين بنخش اهدوا بشمهندس بيطلع على اللوحه ايه هي الاخطاء, بيبقى معانا المحلل محمد امام بيبقى على طول جاهز بالفيديو عشان يورينا ايه الاخطاء بالظبط اللي احنا بنظبطه في الملعب وبننزل نتفرج. برضه كنا ما كنتش يعني عايزين نعرف هو بيتلعب بطل العالم بيتهيأ اللعيبه دي يعني خساره عاديه مقبوله ولا هيتحققوا النتيجه دي هو؟ لان هو بقى ان هو يعني ما كملش وما كملش باستفاضه عن موضوع الدنمارك ده. What you told to the player before the Denmark match, they are against the best player of the world, the best goalkeeper. How you prepare them to do this? It's easy. I try to tell them every day that this is just handball. So just go and when the match starts, just go and play. So make the same that you can make in the trainings because nothing changed. Don't think about
We are in the World Championship. This is quarterfinals. We have the option. No, just go and there. Okay, the World Championship and to play quarterfinals, it has to be like extra motivation. We have to use this for getting energy. But after we go, when we go there, just play against them like against another team. I thought that we could compete against them. This is what I tell them. What I tell them, always try to compete all the matches. And I think that we did it. هو بيقول انه هو لعيب هاندبول وانتوا لعيبة هاندبول. لو اديت اللي بتعمله في التمرين هو قال للعيبة كده ايوه هو قال للعيبة لعيبة منتخب مصر اه لو اديتوا اللي انتوا بتعملوه في التمرين هتبقوا في احسن مستوى. لو ابتديتوا تفكروا ان هم مين وبيعملوا ايه هو مش هتعرف تلعبوا بل بالعكس بقى انتوا عندكم دافع موتيفيشن ان انتوا عايزين توصلوا لدور اللي بعده دور الاربعه فده يبقى حافز ليكوا وكاس العالم عندكوا و و ف اعمل اللي انت اتمرنت عليه واعمل اللي بيتقال لك لو ركزت في الكلام ده هتعمل مستوى عالي جدا. كان في وضحت برضه خلال البطوله انه مستوى الاعمار بتاع لعيبه منتخب مصر يعني اغلبهم فوق 30 ويمكن برضه في ناس برضه صغيرين شويه حسب برضه بتاعت احمد مؤمن برضه في احمد زي حسين السيد برضه اللي هم خدوا مونديال او خدوا زي بتاعت مونديال ونشن يعني هل سن 30 سنه في كره اليد برضه زي كره القدم برضه كده ده سن متقدم مثلا في المنتخب محتاج الفتره الجايه محتاج تدريب ولا هو عامل ده فعلا لانه برضه واخد برضه مجموعه من المجموعه بتاعت مونديال الشباب انجي هو حضرتك جاوبت على سؤال ان في خليط لازم اي منتخب بيتكون من الناس كبار الخبرات اللي هم ثقلوا على فكره لازاروف اللعيب بتاع المقدونيا 40 سنه 40 من احسن الباكات رايت في العالم هو سن 30 ده في كره اليد برضه سن طبيعي زي كره القدم برضه لا اكتر اكتر لان الخبرات وكمان بالذات في مركز زي حراسه المرمى ده بيبقى يعني كنت خدت قرار من يعني لا مش اما حضرتك كنت في مجلس حضرتك اللي موجود اللي خد قرار ولا لا لا هو كان اتاخد ايام الدكتور حسن مصطفى وبعديه برضه ما اعتقد الدكتور خالد برضه لا ما اتاخدش قرار لا لا هو انا هرد عليه هم بيقول الاجانب بيقول لك انا ماليش دعوه بالسن انا مقياسي ايه؟ بيبقى في لعيب عنده 20 سنه وانا اسف يعني صح؟ ما عندوش ولا الحميه ولا العصبيه ولا القوه انه يلعب وبيبقى في حد فوق ال 35 36 37 سنه وبيأدي في الملعب بيقول لك انا حكمي الاداء في الملعب ايه؟ لكن السن واحنا العكس بقى تمام احنا عاملين خليط اكثر من رائع يعني في ناس قبل البطوله من سنتين تحدونا ان انتوا حتى جيل 98 مش هيلحق يلعب في كاس العالم مش هيلحق يلعب 98 حسن قداح مواليد كام؟ 2000 2000 مش 98 احمد دودو 2000 حميد فانت دخلت ناس لحد مواليد 2000 فاذا انت عندك خلطه اكثر من رائعه والكبار ربنا يكرمهم ودول بالعكس احنا عاملين خلطه اعتقد انها اكثر من رائعه يعني هو موضوع السن يعني they asking about the average of the age of the player there is some player over 30 and some player is 20. What's your opinion about that? That we have a lot of players. We were in this World Championship with 24 players and all of them they could join the team. So I don't like to look for how old they are. I don't care. So the ones who are ready to play, I will try to put them. مش دعوة بالسن. اللي جاهز يلعب سيم انسر. Yeah, he knows. It's not the first time that I tell him. And هو لسه كنت بقول لك ان هو بيعرف عربي يعني هو لا 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 ما اظنش لا انا بهزر يعني ان هو اكيد هو مش عارف عربي ولا حضرتك اللي قلته له هو نفس الرد اللي حضرتك قلته يعني هو ده خلي بالك موجود يعني ميزه مجلس الاداره الحالي ان هم لاعبي كره يد كلهم على مستوى عالي
تفرق، مش مؤدي كرة يد. فاحنا على طول على تواصل معاه. صح. هتعمل ايه؟ رؤيتك ايه؟ طب ما خلي بالك من كذا. طب كذا. وفي الاخر هو القرار بتاعك، بس انت بتعمل له ايه؟ طب بيتقبل الملاحظات؟ طبعا بيتقبلها. بيتقبلها. في حاجات بيتقبلها وفي حاجات رؤيته، بس في الاخر هو صار قرار. طبعا طبعا لو حضرتك تدخلت مع المدرب تتحمل المسؤوليه. صح. لكن في الاخر انا حاسبه ازاي؟ ما انت اللي قلت لي اعمل. صح. صح. وهو من هو مستوى احسن مدرب يا جماعه. طبعا. يعني بيشتغل في مستويات عاليه جدا، فما حدش هيغير له من دماغه. انا اسف، هو مش جاي علشان الناحيه الماديه وخلاص، لا، هو بيبص على اسمه وعلى تاريخه واللي بعد كده ايه وهيعمل. يعني الناس دي مش سهله. فوق هو محترف. قبل الانديات ده ممكن برضه يكون مثلا في تعديل في القرار برضه، ولا هيكون برضه نفس التشكيله على اساس برضه نزل قد برضه بشكل محترم؟ يعني كلها برضه من شيء دون طبعا. He's asking for the Olympic Games. There will be some change in the team or it can be. It can be. So we have, I hope we have many many trainings. If we can do it and COVID disappears, and we are working with, I told you, like between 28 players. Okay, there are now 16. They were playing the most of the matches. Also, two players were coming in, going out. The idea is that I will put the players who are in better shape, and the most important, the ones who are making the best performance for the team. هو العدد مش هو ده اللي انت شايفه، بس هو عينه على عدد اكبر، ممكن 28 لعيب عينه عليهم وعارفهم. الحكم ده مش بقول لك ايه البرفورمانس بتاعه في الوقت بتاع البطوله ايه، اداؤه كويس اهلا وسهلا، اسمه كبير واداؤه لا شكرا. يعني هو عامل قوانين منتخب 28 لعيب، هو بيختار منهم حسب حالته. ده لوقتنا بس، لكن ده افرض طلع حارس لان ممكن نشوف تاني برضه. اهلا وسهلا. وبيحضر مباريات الدوري ومتابع. متابع. تخيل لو في لعيب مثلا كنت يعني حاسس ان انت افتقدته في البطوله دي اصلا، كنت انت متابعه مثلا ومستوى قل قبل البطوله اصلا، حاسس ان هو لو كان معانا كان فارق معانا ولا؟ You miss any player, you already you want him to play with you or? No, I cannot say that. I already told. I'm sorry because I told you 24 players were with us in during the World Championship, and I couldn't put all of them. Also, this World Championship we couldn't play, for example, the matches from the fifth position to the eighth one, and that was my chance also to put a new players during the World Championship and to make different changes. We didn't have those two matches. So I lost like opportunity to give minutes and for another players to put them to play. الناس كلها أدت، الناس اللي كانت موجودة في الملعب وهم دول اللي كانوا اللعيبة اللي كانوا موجودين. لا أنا اسمح لي أنا اللي أضيف لك أو تعديل على السؤال وأنا اللي هجاوب عليه. الاثنين. مين اللي كنت يعني متوقع له أكتر؟ أنا كحد مان؟ إيه؟ انا كان انا قلت انا اللي هسال. يعني انا كنا كلنا بصراحه كنا متخيلين او كنا متمنيين، مش متخيلين يعني، حسن قداح. الولد ده كان قبل البطوله كان وصل لمستوى هو نفسه ما كانش مصدق. ما شاء الله الله اكبر، كان وصل لمستوى اكثر من رائع، وكان متوقع له ان هو يعمل اداء رائع. هو اصيب قبل الدفاع، جاله كورونا قبل البطوله. الكورونا دي بتهد فعلا يعني. فهو حتى خس، انا اتكلمت معاه في الموضوع ده، خس حوالي 4 كيلو عضل، انت متخيل؟ كتير. ورغم كده هو اخذ احسن لاعب في ماتش مقدونيا، احسن لاعب مواليد 2000، بياخد احسن لاعب ضد دوله اوروبيه بتلعب في كاس العالم وياخد احسن لاعب. اعتقد لو هو ده كان امنيتي يعني. يعني كنت متوقع ان هو يعني ان شاء الله يعني كسر الدنيا، لكن لسه صغير وقدامه مستقبل كبير قوي، فان شاء الله هيبقى حاجه كبيره قوي ان شاء الله. حسنا.
ان شاء الله. الجزء يعني التنظيمي مهم جدا احنا بنتكلم فيه يا باشمهندس، ويمكن برضه يا ريت نسال المدير الفني على اعتباره ان هو راجل اوروبي واكيد عاصر بطولات كاس عالم كتير وشاف بطولات كاس عالم كتير كان فيها ظروف طبيعيه. هو شاف ازاي وكان ذهنه وتجهيزه للبطوله، وهل هو برضه كان متخيل ان البطوله تتعمل وتقام؟ لان كان في بعض حد عارف طبعا من بعض الاقاويل في الخارج وكان ضرب في مصر طبعا. ده مهم جدا ان احنا نعرف رايه فكره تجهيز البطوله وتنظيم نفسه في ظل الظروف اللي احنا فيها. مصر ايه اللي عملته وهو شاف ايه ده؟ Now the question for you as Arabian person from Europe. Okay? Did you imagine that the organization of this competition it's success? Because many countries they said what the Egyptians are doing, it's foolish to do that. And after we finish, what's your opinion? Egypt can do something or this? I think that nobody can complain about the World Championship. For me, how the organization made everything, it was amazing. In a very difficult times with this situation, I already told I have to say thanks to the Egyptian Federation, to the government, that they made something very, 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 very difficult. Also yesterday, I have to say when the Spanish team finished their match, also they asked from the Spanish television and they told that it was an amazing World Championship, that everything was perfect. And it was very, very difficult. All the measures that they took from the healthy problems, with COVID problems. I never was in one tournament like that, with all the things that it has done during this time.